استراتيجية وخطة طريق من أجل الاستغلال الأمثل لهذا القطاع. نعم، الوزارة الوصية تسعى لمنح تراخيص لاستغلال الذهب الحرفي لفائدة مؤسسات مصغرة في ولاية طمنراس. يعني هل يعتبر ربما ذلك خطوة نحو تعزيز قدرة الجزائر على إنتاج هذا المعدن الذهب؟ نعم، وزارة المناجم بالتنسيق مع عدة دوائر وزارية قامت بتوزيع لحد الآن 218 رخصة، 90 رخصة في ولاية طمنراس و 128 رخصة في ولاية إليزي، وهذا من أجل رفع الإنتاج من هذا المورد الثمين اللي هو الذهب. يعني هل ستكون هناك ربما عقود أخرى تمنح للشركات الصغيرة؟ يعني ما هي الشروط التي ربما يجب أن تتوفر فيها؟ العملية التي قامت بها وزارة المناجم مؤخرا ما هي إلا عملية أولية، وسوف يتلوها عمليات أخرى. كل ما لأنه هناك الوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية التي هي المسؤولة في تحديد المواقع المنجمية الحرفية، لأنه كاين فرق ما بين المواقع المنجمية الحرفية الصغيرة والمواقع المختصة في الاختصاص الصناعي. دونك كلما أوجدت الوكالة الوطنية مواقع جديدة سوف يتم فيها توزيع ثاني وثالث إلى يعني إعطاء الفرصة لكل الشباب وكل المؤسسات المصغرة. من بين الشروط التي وضعناها لهذه المؤسسات المصغرة يعني هي فيها شباب بدرجة أولى، شباب بطل، شباب المناطق الصحراوية الذي يعرفون الصحراء، لأن أغلبية المؤشرات هذه موجودة في الصحراء الشاسعة ليست بالقرب من المدن. دونك كوناهم نظمناهم في شركات مؤسسات مصغرة، سوف يكون لهم برنامج تكوين في هذا الأسبوع، ينطلق في هذا الأسبوع إن شاء الله. هذا البرنامج سوف يتحدث على جميع المحاور المتعلقة بهذا الاستغلال الحرفي، كالمقاولاتية لأنها مؤسسة صغيرة، التحدث على البيئة، على صحة الإنسان والأشخاص في التسيير، وكذا في الاستغلال المنجمي الحرفي. عم تحدثت عن البيئة تماما، على استخدام بعض المواد الكيميائية في استخراج الذهب. يعني ما هي الإجراءات التقنية التي يمكن القيام بها يعني لمراقبة نشاطها مستقبلا؟ الوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية لديها فروع عبر كامل التراب الوطني. هذه الفروع لشرطة المناجم التي مهمتها هي مراقبة كل الاستغلال. بالنسبة للاستغلال الحرفي سوف تكون لها مهمة مراقبة ومرافقة، لأنه أول عملية انطلقتها الدولة الجزائرية. راح يكون للوكالة هذه مراقبة الاستغلال، مرافقة هذه المؤسسات. المؤسسات هذه نحن كل ما هو استعمال للمواد الكيميائية الخطيرة من أجل المعالجة. كاين خلقنا في مجمع مناجم الجزائر دي كونتوار دو لور، دونك منضدات للذهب، الذين سوف يقومون بشراء كل خامات الذهب. والشراء هذا يكون بتطبيق عدة عوامل، منها سعر الذهب في البورصة العالمية، تركيز الذهب في هذه الخامات عن طريق تحاليل مخبرية. نعم، تم تصدير برنامج لإنجاز 5 قناطير من الذهب. يعني كيف ستتم هذه العمليات الإنتاجية؟ أولا سوف نتمنى نحن نضرب العملية هذه الجديدة، دوك نشوفوها في الأشهر الأولى، حنشوفها حننسي نرافقها، نصحح الأخطاء اللي كاينين. الشركات هذه حد الآن عندنا 218 موقع وشركة اللي رايحين يقوموا بجلب خامات الذهب اللي تحتوي على تركيز ذهب للشركة الوطنية لاستغلال منجم الذهب، للشركة اللي عندها التكنولوجيا وعندها الخبرة في معالجة هذا الذهب واستخراج الذهب من الحجارة. نعم، يعني هل توجد مكامن أخرى
للذهب يعني باستثناء تلك الموجودة في الجنوب الجزائري؟ يعني كيف تفكرون من أجل تطوير هذه الصناعة؟ نعم. لازم نعرف أنه المكامن الصغيرة للذهب موجودة في الصحراء بصفة كبيرة، اللي أعطتهم الوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية الآن هي التي عندها معلومات عليها، معلومات على المكامن هذو أنه فيها تركيزات للذهب. سوف نقوم أعطيناهم للمؤسسات الصغيرة، فيه مكامن مؤشرات أخرى سوف تدرس وتعطى لمؤسسات صغيرة جديدة، وفيه مكامن أصلا، مكامن للذهب التي سوف تستغل بطريقة صناعية. في الحد الآن 5 مكامن التي سوف بإذن الله تنطلق وزارة المناجم في عرضها على المستثمرين في هذه الأيام إن شاء الله. يعني هناك مؤشرات أيضا يعني بوجود الألماس في بعض المناطق تحديدا برجان بولاية أدرار، يعني هل من تفاصيل جديدة حول هذا الاكتشاف؟ هناك مؤشرات كما قال السيد الوزير البارحة، مؤشرات للألماس في كل من أدرار، في كل من تندوف، في ليزغلاب. مؤشرات هذه هي لحد الآن تعتبر مؤشرات، يعني وجود للألماس في هذه المناطق، حتى كاين منطقة في أدرار تسمى ببلاد الماس، يعني دراستها تتطلب أموال كبيرة، والاستراتيجية قطاع المناجم الآن هو في كيف نقولوا في النشاطات اللي تجيب تمتص اليد العاملة بدرجة كبيرة وتحقق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني. يعني هل لاحظتم ربما بعض العراقيل الإدارية يعني على الأرض بالنسبة للشركات التي تريد الاستثمار الحقيقي يعني في هذه الصناعة؟ يعني كيف تدخلتم ربما لمعالجتها؟ والله بالعكس، وجدنا تنسيق تام بين كل الدوائر الوزارية، وجدنا والتمسنا ثاني في تنسيق جد مهم من طرف السلطات المحلية، ولاية تمرست، ولاية إليزي، المجتمع المدني، المنتخبين، الكل ساعد لإنجاح هذه العملية. يعني إذا قلنا على عراقيل لقينا مساعدة، لقينا مساعدة من كل دوائر، حتى وزارة الداخلية، الجماعة المحلية، وزارة الدفاع اللي راح تقوم بتأمين كل هذه العملية. الحمد لله لقينا العكس، لقينا المساعدة. الحمد لله أستاذ. سيد سمير بوزار الصعيدي، رئيس مشروع الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب بوزارة المناجم، نشكرك جزيل الشكر على الحضور. الشكر موصول لكم. إذن مشاهدينا في موضوع